تأثيرك يعني. الشيء اللي خلى دور الناس والله يعني لا صديت نفسي انا يعني ايش امي واختي وخالتي عشان اقول لك انا تعبان مرهق يا امي كذا وكذا وكذا تقول احط لك الاكل واروح ليش احط لك الاكل اروح بلاش اكل اقول لك قبل احط لك ولا انطق وليه تحطي للأكل وتروح ليه؟ ولا أقول لك أقعدي وتقعدي معاي بدون نفس وكل واحد مبوز الثاني لا بلا شيء منها كلها لا مو لا بعدين يعني لما نزلت هيك ما قلت أنت وين رايح تروح البيت بس طيب ويوم اتصلت عليك اكلمك ولسه ما قلت كلامي وقفلت الخط لا ما هو انا اللي قفلت والله قاعد اتكلم ولا ادري الخط رد وزدت رجعت اتصلت عليك رن 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 ما رديتي دوب ولسه الجوال في يدك ما عندك رميتي من يدك ادق ما حد يرد ويوم نزلتي صفقت الباب ومشيتي ذاك الساعة وانتي نازلة طيب قولي لي هي كذا كذا وارجع لك الان انا ما نزلتك الا طيبة خاطر ما نزلتك عشان اكد عليك وعشان ولا ابغى اتنكد ولا ابحث عنك انا ولا بسال عن شيء بس ابغاها ذوقية منك ابغاها ذوقية منك قلت لي اني جاي من مشوار مو بسيط واني ماشي وقلت لك على البقالة طيب ايش فيها؟ انزلني واقعد وقاعد للساعة واحدة ونص تجيتي او استناك للساعة واحدة ونص وانا تعبان من يوم دخلت البيت اصلا حتى فسخت ابغى اتروش ما عاد في هذا بس وقعدت بزوم وقعدت لعادة العيش لين دخلت لك اللحظة التقدير لازم أبغاك تصير بيننا وتحسين فيه وتحسين بتعبي ومشاعري يعني جاي على أعصابي والله جاي على أعصابي هي داعس 175 150 كيلو باقي وجيت على الوقت ويا ريت قدرت قلت يا الله الحمد لله على السلامة وقدرت ضرب الخط وضرب البلد والله جيت الساعة 6 وأنا داخل المكتب 7 وأنا 6 و 7 دقائق وأنا عند منطقة الشوارع يعني الساعة وصلتك هنا وجلست وما بدأ الاجتماع بعد 7 يعني ما
يقول لي خلاص نص ساعة بلاش. أنا قلت لك مشاعر جاي تعبان ومضغط وأنت عارف البلد، ما أنت غافلة عن البلد وزحمة. النص ساعة ما تتغافل عنها، الصوت ما تتغافل، تتكلم بمركز تتكلم. أنت تعرفين أنا لو إني أخلاقي مدري إيش، صوت المشروع بس صوت عالي يضيق كله. بتكلم بتكلم روح بصوتها زي ما بتكلم معك زي ما تفاهم معك زي جيبيها مرح كذا يا اللي فيك ما يرضيك دوبك الحين انا كذا انا اما من سويت لي لو يتوجه اعصاب ومن انفس ومن ايش ولا كنك الا ابشر من قبل لا ازيد اغلق البلة قيمة أبا أحط لك أكلك وروح.